معاق من ذوي الاحتياجات الخاصه، غيدير السطو المسلح وغادي براكب فردي. اكبر حانوت كيبيع المجوهرات والذهب وغيتحدى الاعاقه ديالو وغيكحل فلوس. هادشي في البرازيل، بلاد الفرادة بي ام قاعده والمالب عامره بيرة باردة، في بلاد مافيا حاكمه الدوله ماشي هنا برازيل. مقوله المشهوره ديال المافيا في البرازيل: الا ما وفرتوش لينا الفلوس ما نوفروش لكم الامان. حسيت براسي شوي هربت على الموضوع، حيت كنهضر لكم على البرازيل وهي الدوله المفضله عندي، ما فيهاش الظلم ما فيهاش الحقره، تدخل سوق راسك تعيش ترونكيل، ولا جبتي صداع تخلص في البلاصه عمرك يضيع في ثانيه. ندخلوا للصلب الموضوع. شاب في البرازيل ريو دي جانيرو، العمر ديالو 21 عام، من ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني معاق كيتمشى غير في كروسه. مهم قود عليه، نتوما عارفين البرازيل كيفاش دايره، والدي فقراء وعايشه في براكه، والدرب اللي غيكبر فيه شبعان مافيات وبزنازه، نتوما عارفين البرازيل كيفاش داير. مهم باختصار غادي تاثر بالوسط اللي عايش فيه، كما قلت لكم معاق وكيمشي غير بالكرسي المتحرك، ليديه ما كانش كيحركهم، ليديه ما كيتحركوش، يعني خاصو يطور المهارات ديال رجليه، غادي يتعلم ياكل ويشرب برجليه، مع المده غادي يطور المهارات ديال رجليه واحد الدرجه اللي ما تصوروش، غادي يولي يشد كالاشنيكوف ام بي 40 الفراده غير برجليه، وتعلم يتيري مزيان، يعني ولا قناص خطير، واحد النهار بواه غادي يمرض، يعني مصدر القوت ديالهم غادي توقف وغيرجع المستوى ديالهم من صفر لتحت صفر، زياده في الاسعار. وهنا فين غادي يجي الوقت باش غادي يتواصل مع الصديق ديالو وغادي يقرروا يبراكيو اكبر حانوت ديال الذهب والمجوهرات في البرازيل. قربنا نساليو فيديو، كيما تشوف هذا الفيديو شاب تحدى الإعاقة ديالو ونقذ والديه من الفقر. في هذا الفيديو إلا كنتي من ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا الفيديو عبارة عن موتيفاسيون ليك باش تحدى الإعاقة ديالك في شي حاجة لي إيجابية لي زوينة وتكون إنسان طموح. والإعاقة ماشي إعاقة الجسد، إعاقة الذهن، الدماغ، كاين لي معاق في دماغه. سالينا الفيديو، السلام عليكم.